كلها. بس خلونا نرجع تاني للأربع نغمات اللي سمعناهم ونحاول ندور عليهم جوه المقطوع. دلوقتي احنا مش هنسمع بس الأربع نغمات، لا احنا هنشوفهم. هم هيورونا دلوقتي الحركة بتاعت الأربع نغمات شكلها عامل ازاي، ونحاول كده نفتكر هي في المقطوع كان شكلها عامل ازاي. دول كانوا الأربع نغمات، وده كان شكل حركتهم جوه المقطوع. عبقرية بيتهوفن مش بس إنه كان بيختار نوت صغيرة عشان يبني عليها مقطوع كبير، كمان كل جملة موسيقية موجودة جوه المقطوعة ليها ترتيبة معينة أو ليها تقسيمة معينة. بيتهوفن اعتمد إنه يقسم الجملة لثلاث أجزاء، كل جزء ليه طابع وليه شكل مختلف. إحنا دلوقتي هناخد جملة واحدة بس اللي هي أول جملة موجودة في المقطوعة، ونحاول نشوف الثلاث أجزاء شكلهم عامل إزاي. صوتها عالي وموجودة عشان خاطر دي الافتتاحية ودي اللي بتبني جو المقطوعة كلها. الجزء الثاني بيتسمى الغنى، بس دلوقتي هنشوف بس شكل الحركة وهنعرف ليه هو بيتسمى الغنى عشان هنشوفوا شكل الحركة دلوقتي عامل ازاي. شويه بتبقى سموز وهاديه، ما بيبقاش فيها اي قوه كده، بتبقى بس ناعمه كده. الجزء الثالث في الجمله هو الجزء الكلاسيكي، وده الجزء اللي هو الشكل الكلاسيكي بقى اللي هو القالب المظبوط اللي كل حاجه موجوده في مكانها، كل حاجه في الوقت. دايما هتلاقوا فيه في كل نوته كده هتلاقوا فيه شكل موجود في الاخر. تعالوا نشوف. بنحاول نمسك الشرق مع الغرب ونخلي الحضارتين يتكلموا مع بعض عشان يطلعوا ناتج كويس وجميل. بيتهوفن كمان كان عنده محاولة انه يمسك حاجتين مع بعض. بيتهوفن هو حلقة الوصل بين العصر الكلاسيكي والعصر الرومانسي. العصر الكلاسيكي كانت الموسيقى فيها ليها طابع وشكل معين وليها
استراكشر معين. ما ينفعش حد يخرج عن النص او قانون الاستراكشر ده. في العصر الرومانسي الناس بدات تهتم بالمشاعر والاحاسيس وكانت عايزه تعبر عن نفسها جوه الموسيقى. بيتهوفن مزج الاثنين مع بعض عشان يطلع حاجه فيها الاستراكشر بتاع الموسيقى وفي نفس الوقت جواها الاحاسيس. فاعتمد على نغمات بسيطه عشان يبني فكرته، واعتمد على تقسيم الجمله الموسيقيه لثلاث اجزاء بحيث ان كل جزء يدي فكره هو عايز يقول ايه من ورا الموسيقى بتاعته. كل واحد فينا حر ممكن يبني القصه بتاعته زي ما هو عايز، بس احنا دلوقتي هنشوف المقطوعه كلها على بعضها تاني. هنحاول بقى نعد الجمل، نحاول نقسمهم، نشوف كام جمله وكل جمله الانترودكشن بتاعتها شكلها عامل ازاي، جزء الغنى بتاعها عامل ازاي، الجزء الكلاسيكي اللي فيها عامل ازاي. حاول بقى نركز بقى دلوقتي ونشوف قد ايه من نغمات بسيطه جدا مقطوعه كبيره جدا اتكونت. فدايما اي حاجه كبيره وواضحه دايما بيبقى البدايات بتاعتها ممكن تكون بوينت صغيره. تعالوا بقى نشوف السوناتا كلها على بعضها ونحاول كده نشوف الجمل بترتب.